لا يختلف هذا المقهى عن غيره إلا بطبيعة رواده المختلفين قليلا، فهم من فئة الصم والبكم. افتتح عمر هذا المقهى بدهوك في كردستان العراق، وبات وجهة لهذه الفئة التي تجد من يفهمها هنا. تعاملنا صعب كان وياهم، بس هسه كلهم متعلمين عليهم. الكادر الموجود بالواقع متعلم عليهم، يعني على الحكي مالهم، طلباتهم. لصاحب المقهى طريقته في التفاهم مع زبائنه، فهو ينقل عنهم بلغة الإشارة ويترجم ما عصي فهمه ويترجم لنا أيضا. نأتي هنا لقضاء الوقت مع أناس يفهمون علينا ونفهم عليهم. تقدم هذه المقاهي التقليدية الشاي فقط، المشروب العراقي الوحيد فيها. يمنع عسر الحال هؤلاء من اقتناء سماعات طبية. أتمنى أن تقوم الدولة بتوزيع سماعات الأذن علينا مجانا، هذا طلبي منهم. يتماهى الصم والبكم مع رواد المقهى الآخرين. على ما يبدو فإن التغلب عليهم في هذه الألعاب ليس سهلا. تصرف الدولة إعانات شهرية تعادل 120 دولارا تقريبا لكل فرد من هذه الفئة، لكن ليست لديهم مؤسسات كافية تعنى بهم. أما هذا المقهى فيشكل لهم حيزا للاندماج، أو هكذا يبدو. يطغى الضجيج على المقاهي خصوصا حين تكون وظيفتها الأساسية قتل الوقت بممارسة الألعاب أو مشاهدة المباريات. أما بالنسبة إلى شريحة الصم والبكم فهي فسحة للتواصل مع العالم الخارجي. غسان خضر، العربي، دهوك.